قاعد نشوف كثير يمكن من الطاقات الإيجابية عند الشباب اللي يفجر طاقاته ويستفيد من الإبداعات والابتكارات والأفكار اللي عنده مشاريع جدا جميلة تهمه وتهم الغير. طبعا ويانا ضيفة جميلة ومبدعة من طبعا الضيوف الشباب الكويتيين اللي ساعد في أنها تحقق هالحلم هذا بمشروع جدا جميل، معرض نقصة. ريهام المساعيد صاحبة معرض نقصة وريهام جاليري، حياك الله معنا. هلا فيك، هلا مرحبا، الله يسلمك. حياك الله معنا في برنامج شباب ضيوف ريهام. خلينا نتكلم بالبداية عن معرض نقصة. هلا فيك. نتكلم عن معرض نقصة. معرض نقصة هو معرض يجمع الناس الحرفيين. يعني أنا حبيت أني أتميز في المعارض اللي موجودة عن الباقي، أن التميز تدري الإنسان لازم في تطوير. صحيح. فإحنا قلنا نبي نميز المعرض في ناس فعلا احترافية في طريقة الشغل مالهم، في ناس عندها هواية ومن هالهواية صار لها صنعة وصارت لها بزنس نفس الوقت. خصوصا ان المجالات تختلف وايد ريهام، خلينا نتكلم عن المجالات الموجودة في هذا المعرض. طبعا احنا صراحة يعني نفتخر في الشباب سواء النسائي او الرجالي في انتاجيتهم في الكويت من شغل يدوي او حتى ذوق يختارونه يعني من برا الكويت، مو مشكله، بس شنو الطريقه العرض وطريقه الذوق حتى انه يكسبون اذواق الناس. احنا حبينا نكونون هما متنوع. نعم. في تنويع، في ملابس متنوعه، في ستايل هم دراع، ستايل كاجوال، ستايل سهره. حلو. في ناس ما شاء الله عندهم السالفة هذه، مثلا المساج دليفري. أيه. نوع من نشاط حلو كويتي، يعني كويتية وكويتي عاملين هالنشاط. في نشاط مثلا الضيافة، تدرين احنا ما نستغنى عن الضيافة في بيوتنا وفي أكيد. كذا، فكويتيين نفسهم هم يسوون هالشوكليت ويسوون هالكنبيات، شيء ايه، زائد العطور هم كذلك الحين يعني قاعدين هم بعدين ياخذون دورات، يعني مو بس انه والله كذي تبي تسوي عطور، لا، في دورات تقام بالكويت وخاصة ريهام جاليري هم نسوي احنا يعني ناس تاخذ عندنا دورات كذلك، هذا يسوون تعليم العطور. ممتاز. فالبنات قاعد تتطور وتاخذ هاي نوع من الدراسة والعلم. حلو الواحد لما يتثقف اكيد ويشوف. ايه؟ يمكن بناتنا يدشون ويشتغلون ويسوون هالابتكارات وهالابداعات ويفجرون كل مواهبهم. ايه؟ بهالامور هذه، ووايد الواحد يستانس لما يدش يشوف عيال ديرته من الشباب او البنات هم اللي قاعد يشتغلون. لا مو بس الجودة، الجودة بعد انه يعني احنا حبينا ان هذه النوعيه من هالنخبه الناس اللي فعلا يعطون من قلبهم وحابين ان هذا. نعم. يوصل. يعني هي متلاقينها بنت مستغنيه، يعني عندها معاشه، عندها أكيد. خير، ويعني الحمد لله ما في كويتي مو عايش بخير، بس ان هي حابه الهوايه، وهالهوايه حلوه انها تضيع وقتها وتستثمر وقتها بنفس صدقتي. الوقت زائد انها تتفرد عن الدخلاء. يعني في صح. ناس يعني مثلا يعملون ازعاج، يعني على بنا معرض ولا كذا، فيصير لويا، فتضيع الجوده في المنتجات الثانيه اللي هي عاديه، يعني او ممكن تلقينها بالسوق الشعبي مثلا. ممكن اي، فهم البنات صار فيهم نوع من الشوك وعدم الثقه في المعارض. ان تجد نفسها انها بين سوق، وهي ما تبي تكون سوق، هي تبي تكون مكان ما عندها محل، ما عندها، ولكن هوايتها جدا عزيزه عليها، فحلو انها تطلع بصوره ممتازه تمثل مصداقيه. وهذا شيء الحلو، لما انا اروح وانتقي الشيء اللي ابي، الواحد لما يعرض اغراضه وشغله راح يكون في مصداقيه بينه وبين نفسه انه لا والله هذا شغل كويتي بحت، يعني بالضبط. سواء الجوده او الكواليتي. قاعد نشوف ويانا يعني يمكن بعض الصور الجميله على الهواء اللي هي ازياء اعتقد. يعني هذه يمكن من بعض الفاشن اللي الواحد يهتم فيه، خصوصا البنات يحبون الفاشن وهالسوالف هذه. ابي بالضبط هالمعرض هذا، يعني من خلال ما شاء الله الصور اللي قاعد اشوفها، من خلال التنظيم ومن خلال المقتنيات اللي موجوده داخل نقصه. نقصه يمكن احنا نعرفها، يمكن اسم كويتي حلو، لما الواحد يطري على باله بيبك اليوم نقصه من مثلا الشغله الفلانيه او الاكله الفلانيه. صحيح. فليش سميتي المعرض نقصه؟ نقصه لاني انا حبا حق يدتي. الله يرحمها. كنا صغار فنشوف دائما يجونها ناس يبي لها نقصة، أو هي تقول لنا ودوا هذا نقصة. عدل. فيعني تذكرت الصراحة الروح هذه اللي هي روح حلوة تجمع، حتى ديننا يقول كذي اليار. فهي نقصة حلوة إن حتى أنت وأنت قاعدة
يا طبقك يعني ممكن تقولين يلا نقصة يعني صحيح. تحب حلو على قولتهم شنو دمج التراث الكويتي بعد والكلمات يعني شنو مشروع كل مشروع مبروك عدل. خلينا نتكلم عن موضوع الجودة. يعني تكلمتي قبل شوي قلتي في وايد معارض موجودة والتعرض كل المنتجات أيا كانت الهدف من تأسيس المعرض هو خلينا نقول الربحية مرات. اليوم حصولك على الكثير من المنتجات ذات الجودة وخلينا نقول المشاريع النخبوية بالضبط. على أي أساس تم قبول هؤلاء المشاريع في معرض أو في معرض نقصة؟ نعم نقصة. هل هذه لها كم معايير محددة هذه الأماكن أو هذه طبعًا. المشاريع خلينا نتكلم عن هذه المعايير. أنا بيني وبينك أنا يعني فتحت ريهام جاليري صار لي سنتين عرفتي ما سويت هو مو اكسبيشنز هو كونفرنس وميتينج وهي مكان متعدد قاعة لاونج متعددة فالمعرض أنا وقفت شوية أبي أدرس الوضع وشلون وكذا لأن إذا بسوي شيء جديد وخاصة أنا المكان مالي يعني يتسع لي فئة معينة عرفتي يعني هي مو فكرة إني أبي أملي الصالة لا صح. فكرة إن أنا شنو يطلع من ريهام جاليري كيفية ممكن أي فإحنا تدرين ما شاء الله قمت يعني أنا كوحدة أروح نفسي المعارض وأشوف الجودة وأشوف المعايير الحلوة أقيس يعني فتلاقيني يعجب في هذا يعجب فيها وخليه ويروح كثر ما معارض أشوف ناس يعني أختارهم كجودة فزائد إن عندي من الناس اللي هما يعني هم ساعدوني في هالشيء ان هم ناس هم نفس الشيء هم مبدعين حلو. عارفين الفينيشينج وعارفين الخام وعارفين كذا يعني ريهام كل المنتجات هذه خاضعه لذوقك الشخصي قبل لا تدخل في المعرض وهي مو مجرد مشاركة أو شنو ظروف المعرض إنما هي خاضعة لذوقك الشخصي مو بس مو ذوقي لأن ممكن أنا ذوقي ما يعجب ثانيين صحيح. هو لا لمعايير إن الجودة الخام صح الخام الفينيشينج القصة العرض السعر يعني هم مناسب أكيد يعني أكيد. مو أنا ماكو شيء وأنا أضرب بالسعر العالي يعني عرفتي واللي هي شاطرة عارفة إيه هي قطعتها إيه هي مسويتها إيه هي تدري سعرها لأن تبيها تنباع عرفتي فيعني غير لما واحد يلا سوي لي وأنا يلا حط السعر اللي أبي إيه هي لا إيه هي عارفة عارفه يعني درجه يعني هقول السعر يكون مناسب للقطعه نفسها ولما اشتري شيء اقول لا والله يسوى صراحه انا قاعده اشوف الشغل فيه ويمكن ما شاء الله شغل مرتب ومنظم انا قاعده اشوف الصوره اللي ويانا يمكن ريهام عن شنو بالضبط هذه الصوره تعبر هذه ناس هذه مشاركين معانا في عندهم الاثاث زين الاثاث في الفينيشينج ماله جدا يعني ممتاز وعندهم شغلات اختصاصيه شلون يعني انت اذا رايحه مثلا شاليه انزين ورايحه انت واسرتك ومكان ضيق انزين ما له داعي وقت شو اسمه وقت النومه يصير فراش تاخذينه معك كفكره بعد يعني فكرة وقت خلاص قعدنا من النوم نبي الصحة هذه مشاريع كويتيه هذه طبعا يعني هذه تعتبر طيب اكيد كويتيه هم كلهم مشاركين كويتيين شباب كويتيين طبعا هذا اللي احنا نفتخر فيه شباب قول وفعل كويتي بحت بالضبط. قاعد نشوف مثل هالمشاريع اللي يفجرون فيهم ابتكاراتهم وطموحاتهم اللي كانوا بالفعل يحلمون فيها راح نشوف ويانا بعد يمكن صوره تشوقنا اكثر ريهام نشوف يمكن المعرض نكسه هذه بعض الازياء بعد اللي تضمن المعرض عدل اي هذه مثل اكسسوارات اللي هي الاواني يعني الاواني التراثيه اي تراثيه مع لوحات مع كذا كلها داشه في المودرن على الشعبي عاد رمضان جاي اي عرفتي شو انا حبيت يكون المعرض متكامل يعني اللي جاي تشتري مثلا نقول دره جاي رمضان نعم. بنفس الوقت تبي ضيافه شوكليت تبي مواعين تبي حتى المساج شركتها لانها كويتيه الصراحه وحبيت نشاطها لان ايه هي عرفتي دليفري فاهمه الحين وقت الزحمه وما تدخل تاخذين سياره وتروحين والناس الحين قامت تتفضل لان السوق صار يتشابه بوايد وفعلا اشياء وفعلا معاها سريرها ومعاها فوطها ومعاها كل شيء والباكج وايد حلو فانا بصراحه ساعات سوري يعني بس يعني شباب كويتي والبنات يعني واحد تدمع عيونه لما يشوف كذي هل يعني هل دعوة
الشخصي. اي الابداعات. خلينا نتكلم متى جاي المعرض، يعني قبل شوي اماني قاعد تقول جاي رمضان واحنا ما شاء الله نموت على المعارض قبل رمضان، يعني كل شيء مميز مو مثل السوق كل شيء تقليدي. خلينا نتكلم عن الفتره اللي بيقام فيها المعرض وين المكان علشان الناس تستفيد اللي حضرتك. هو المعرض 25/5 يوم الاثنين الساعه احنا قلنا الافتتاح عادي يوم الساعه 5 هو مسائي من 5 ليله 11. الافتتاح 7:30 راح العضو سيد عادل الخرافي وراح يكون 2 و3 و4 25/26/27 مايو وهو كل يوم من 5 لل 11. المكان في ريهام جاليري هو بشارع ابو بكر الصديق عند الشيراتون مقابل الشيراتون برج الغنيم الدور التاسع. ممتاز. اذا الواحد يقدر يروح يعني على طول من يجي عند الشيراتون راح يلاقون ليزر، انا حاطه ليزر علشان يوصل عشان اللي ضايع وهو بدائر الاول يقول لا كاول ليزر يعني على اساس انه ما يقولون بس عند الشيراتون ما حد يضيع يعني عند الشيراتون. اذا حلو يعني ما راح تضيعون، المعرض موجود والاستاذه ريهام موجوده، يعني راح تستمتعون تدشون وتاخذون اللي تبونه من خلال هالمعرض هذا اللي يضم كثير يمكن من الاشياء والمنتقيات اللي الواحد يقدر يدش ويستمتع فيها. بالضبط. خلينا نتكلم عن الدعم، اكيد مثل هالمعرض هذا محتاج يمكن خلينا نقول دعم من بعض الجهات او تعاون ما بين افراد او جهات معينه، فهل لقيت الدعم؟ والله احنا شوفي احنا عندنا رعايه شاركت معانا هي الشركه المتكامله الشركه الفنيه المتكامله بالعكس من الناس اللي فعلا ناس هو تاجر طبعا بس حب الفكره وشجع ككون يعني فعل شبابي كويتي شباب الكويت يعني طاقات زائد الله يسلمك دعم يعني ما في يعني الا هذا الريع دعم حكومي او دعم هذا لا والله انتم قدها وقدود تستاهلون كل خير يعني احنا الحكومه بالعكس ما تقصر وما نبي منها الا انها يدوم ديرتنا بال صحيح خصوصا ان احنا نشوف اكيد كثير من الجهود اللي تدعم المشاريع الشبابيه يعني هذه المشروعات اصلا اللي قاعد تشارك الان في المعارض هي ما طلعت الا من فعلا جهود حكوميه طلعت منه ممكن حتى دعم وزاره الشباب بشكل كبير للشباب ومشاريعهم الصغيره نشوف ما شاء الله الناس كانت تبلش بزنس بسيط في البيت لا قام يكبر وقام يصير مكان خاص مشروع كامل متكامل كويتي ذات جودة فعلاً. متكاملة من شباب كويتي يحرصون دائما أن هم يكون في كواليتي بشغلهم. يمكن نشوف أماني وايد شباب كويتيين مثل ما ذكرت أيضا أستاذة ريهام سواء كان في مجال التصميم أو في مجال حتى اليوم حتى الأثاث ما شاء الله شاب الكويتي دش المأكولات غيره وغيره قاعد يعني نشوف أنهم يحرصون حتى يحصلون على المواد الخام أو المواد التجارية كلها موجودة ذات كواليتي يبونها حتى من برا علشان يطلعون بمنتج رائع. خلينا نتكلم عن فكرة تنظيم هذا المعرض، يعني اليوم أكيد أنت بذلتي مجهود جدا كبير مثل ما ذكرتي يمكن أحد الأشياء اللي بذلتيها أنك أنت كنت تزورين معارض بنفسك عشان تنتقين ويكون في سلكتيف حق المشاريع. خلينا نتكلم عن طريقة تنظيم هذا المعرض وأهم العقبات اللي واجهتكم فيه. والله شوفي هو العقبات هي أول شيء هي الصعبة أن شلون تكسبين الزبون يثق فيك. إيه لما تدقين على واحدة أو مثلا تقولي لها في معرض كذا كذا تقولي مثل انتين معرض الباجي عرفتي تعالي قنعيها وتعالي فهميها وقولي لها الفكر يعني الفكرة زائد الله يسلمك شوية احنا سويناه ترى السعر رمزي يعني ما هو سعر وايد عالي فيه. على أساس انه نوع بالعكس هو نوع من بطاقة تعريف يعني ودعم الشباب دعم طبعا دعم الشباب هذا أولا زائد الله يسلمك اللي عانيتها بعد اكثر الكواليتي يعني هو انك انت تبين ديكوريشن معين صح. ستايل معين هني شويه بالكويت صعب ليش؟ لان يعني يبيلك تدورين وايد يبيلك وايد تدورين اللي يفهم ستايل والناس وايد ذويقين اليوم يمكن اماني نشوف وايد معارض نشوف الناس بالعكس قاموا يبدعون حتى بالديكور او يبدعون بطريقه التسويق حق المعرض او حق المشروع قاعد يعني نشوف الناس بالفعل صارت جدا ذويقه ومو اي شيء يعجبها واليوم هذا شيء احد الاساسيات اللي يعتمد عليها الكثير من المعارض بالضبط ممتاز يعني المعرض هذا اكيد خذ منك وقت طويل يمكن حق الاستعداد أو تنظيم المعرض أو يمكن حتى اختيار للشباب المشاركين في هالمشاريع هذه إيش كثر المدة أخذها منك يمكن والله أخذها مني تقريبا يعني شهر وأسبوعين يمكن شهر وأسبوعين إيه. ممتاز يعني خلينا نقول فترة حلوة بعد يعني إيه بس لأن العدد يعني مكاني لأن العدد المشاركين يعني محدود يعني 20 تقريبا 20 مشارك بس إن المتنوع
يعني ما في المشاريع المتنوعة. متنوعة يعني ما في يعني يمكن بسيط كملابس شوية اكسسوارات شوية كذا تنويع شامل. وشنو هو التركيز فيه؟ هو احترافي اللي هي البنت نفسها قاعدة تدرس. يعني عندي واحدة قاعدة تسوي مثل صابون الفواح العطور اللي حق مفارشك حق كذا هي نفسها تدرس وتاخذ دورات وتسافر وكذا ما شاء الله عليها. هذه منظمة وقتها يعني ما شاء الله ما شاء الله يعني أنا بالعكس فخورة فيهم وفعلا يعني هذا اللي انا تعبت صراحه اني اتنقى يعني انقيهم نقوى وفعلا يعني تعبت من هالناحيه يعني. واحنا ايضا فخورين فيك ايضا ومشكورين على وجودك في برنامج شباب حبيبتي والله انت كل التوفيق ان شاء الله. واكيد اللي يحب يزور المعرض من 25 من 25 لغايه 28 اللي يحب يشارك اكيد واللي يحب يعرف تفاصيل هذا المعرض مواعيده ويحب يعرف شنو المشروعات الموجوده اكيد موجود معنا انستغرام على الهواء. كل التوفيق لك حبيبتي ما قصرتوا مشكورين انتم على هالاستضافة وعلى هالكرم إن ما شاء الله يعني خليتونا نتكلم عنه عن الموضوع وحطيتوا بعض عن المشاركين مشكورين كل خير. ودائما احنا نفتخر لما نشوف شبابنا قولوا فعل وقاعد يطمحون اكثر واكثر بالوصول الى اهدافهم. راح نكمل معكم باقي فقراتنا ولكن من بعد ما نشوف معكم هذا التقرير.